وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح الجودر. مساء الخير سيد صلاح. وكما تابعنا في التقرير السابق وحتى في الأيام السابقة كيف يتعرض بحارة البحرين من جراء الممارسات التعسفية من قطر، كيف تصف هذا الاستهداف الممنهج خصوصا خلال السنوات العشر الماضية؟ أختي العزيزة، مع الأسف الشديد أن هذه الأعمال أعمال غير مسبوقة في مياه الخليج عموما. لم نشهد ولم نسمع في التاريخ أن بحارة يتعرضون مثل ما تعرضوا بحارة البحرين. المياه مفتوحة لمئات السنين، والبحار البحرينيين والصيادين معتادين الصيد لأنهم ورثين المهنة من أبائهم وأجدادهم، وهذه أرزاقهم وأرزاق أبنائهم وأسرهم. لذلك هذا العمل مستنكر من الحكومة والنظام القطري، وهو يشوف خط السواحل القطرية في ممارستها حق البحارة ضرب، إهانة، تعطيل قوارب الصيد اللي هي أسباب رزقهم فيها، سلب حتى خيراتهم اللي أخذوها من البحر، المعجزات، كل هذه الأمور. مع الأسف الشديد ما في إلا البحار البحرينيين والصيادين البحرينيين. يعني ما سمعنا عن نظام القطر هو تعرض حق سفينة إيرانية وهي تصب مياه الخليج، يعني ما في. لذلك المستنكر لماذا، يعني ليش هذه الحمل الشعواء على بحاره فقاره مساكين يترزقون ويبون الرزق الحلال؟ هذه البحار الله سبحانه وتعالى مفتوحه ومن مئات السنين. حتى البحرين كانت في فتره ما قبل النفط كانت تستقبل البحاره من كل دول الخليج دون استثناء يوم، وحق هيرات البحرين وحق اللولو والمحار، ولا سمعنا مثل هذا الامر. اليوم فقاره يعني يتعرض في حياته يخرج ما يبي اذا يرجع ولا لا، وغير الاهانات والكلام البذيء. هل هذه حقوق الجار؟ هذه دين الحنيف ما يستنكر هذه الامور. الجار له حق على جاره. هذه بحاره ما مهربين اسلحه ولا مهربين مخدرات، واحنا نشهد لهم، يعني خاصه احنا صوبنا الاهالي مال الحد وقلاليس ومهيج والدير وستر، هذه كل اهالينا يعني، وحتى جو وعسكر على البحر. نعم سيد صلاح، كما تفضلت هو مصدر رزقهم ولكنه أيضا مصدر للغذاء في البحرين. كيف ينعكس ذلك أولا على الحالة المعيشية لأسر هؤلاء الضحايا الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق، وكيف ينعكس أيضا على إمداد السوق بالغذاء؟ أختي العزيزة، كل دول العالم تفتح مياهها وبحارها والكل يصطاد، لأن ما في شيء ما يشكل خطر على الأمن والاستقرار. الجانب الثاني ان هذه ارزاق البحار، هذا ما عندهم رزق ثاني، ما عندهم مكان، هذا رزقهم على هذه السفينه وعلى هذا الطراد، ويخرج وعنده زوجه وعنده ابناء صغار وعنده بعضهم ابوه وامه، دعاء الوالدين يدعون له في الذهاب والاياب. مع ذلك مع الاسف الشديد خطر السواحل القطري تعرض حق ذيه، وبعضهم ترى على فكره كبار في السن يخرج البحر. ليش؟ يعني لو كان هو مترف وما يبي الرزق بيقعد في بيته، لكن يخرج للاصطياد، وهذه المياه معتادين عليها من مئات السنين، مو شيء جديد عندنا. لكن الممارسات القطريه مع الاسف الشديد، كل من توقعنا حسن جوار، توقعنا علاقات جيده، لكن مع الاسف الشديد النظام القطري يشوف ويسمع وخفر السواحل في يده ويمارس ابشع الممارسات. احنا جيران، يعني لو كانت ايران بنقول ايران بعيده وايران تستهدف دول الخليج، كل دول الخليج، لكن قطر اللي احنا ابوابنا وقلوبنا مع الشعب القطري نعيش وعايشين مئات السنين، وان شاء الله لا يغير على البحرين وعلى الشعب القطري. لكن اليوم النظام القطري يمارس ضد ناس يعني بسطاء، ناس ضعاف الحال. ناس الرزق وما يبقون الحرام على فكره، هذا لين يسعون في البحر، لان هذه بحار الله سبحانه وتعالى. لكن النظام القطري مو تارك لهم مجال حتى تخريب السفن والطراريد. نسمع القصص لان جيراننا ونقعد معاهم، اشياء غريبه، الطراد يحطم، مكاينه تحطم، ويؤخذ حتى المواد الصيد اللي في السفينه. يعني هاي شيء مستنكر والعالم يشاهد والكل مع الاسف الشديد. نعم، الكاتب الصحفي صلاح الجودر، شكرا جزيلا لك.